من التاريخ المعز لدين الفاطمي لما جه مصر لحد الوقت اللي انت فيه ده 3000 اسم فانوس و3000 شكل فانوس. عمر الفانوس ده ما هينكرد. ليه؟ بنجدد كل سنه، بنجدد اشكال وبتاع، بنحبب الناس في الفانوس الفاطمي. انما لعبه الاطفال اللي كانوا نزلوها دي وبيقول لك ده فانوس رمضان، دي ما نفعتش معانا وما عملتش معانا اي لقاء. مجدي فهم ابو العدب من احد مؤسسين فانوس رمضان الفاطمي. هو حكايه الفانوس طبعا، اول ما اتعمل الفانوس ده اتعمل عشان المعز الدين الله الفاطمي لما جه 5 رمضان ما كانش فيه كهرباء ولا كانش فيه فانوس ولا كانش فيه حاجات من دي. فلما جه من فرحتنا بالمعز الدين الله الفاطمي رحنا عاملين فانوس بباب بشمعه. السنة اللي بعديها عملنا فانوس بشمعة برضو بس بطقس تاني بشكل تاني اللي هو زي ده كده. ده تاني فانوس اتعمل. من بعديها بقى من التاريخ المعز لدين الفاطمي لما جه مصر لحد الوقت اللي انت فيه ده 3000 اسم فانوس و3000 شكل فانوس. عمر الفانوس ده ما هينكرد. ليه؟ بنجدد كل سنه، بنجدد اشكال وبتاع، بنحبب الناس في الفانوس الفاطمي. انما لعبه الاطفال اللي كانوا نزلوها دي وبيقول لك ده فانوس رمضان، دي ما نفعتش معانا وما عملتش معانا اي لقاء. السنه دي كنا عاملين حسابنا ان هنبيع نص البضاعه من غلو البضاعه. بعنا البضاعه قبل ميعادها بحوالي 15 يوم عن كل سنه. الناس بتحب الفانوس ده بطريقه فوق ما تتصور. الناس بتستلف فلوس عشان تجيب فانوس رمضان. وانا عندي 5 سنين لحد الوقت اللي انت فيه ده شغال فانوس رمضان وما اقدرش ابعد. انا بنشتغل ليل ونهار، ما بنشتغلش بالمواسم بس، ما نقدرش نبطل. انا جميع الدول العربيه بتاخد مني، ما فيش دوله ما بتاخدش مني. هي دوله واحده بس اللي من نيويورك اللي قابلها مفيد فوزي عندي، اللي لقاها بتاخد طياره بحالها فوانيس. هي واحده بس اللي من امريكا. وخلي بالك فانوس الفاطمي ده ما بيشتغلش في رمضان بس، في ليبيا بيشتغل فيه في مولد النبي. عندهم مولد النبي ده هو فانوس رمضان، بياخدوا مني كميات جامده. ما انا ما عملتوش، انا كنت صبي، كنت لسه صبي بعمل دي، كنت بعمل دي، دي اللي انا كنت اعرف اعملها من عندي 5 سنين، دي العليقه دي. انما الباقي ده كله بقى يتعمل بقى وقت في وقت على بقى كل واحد ما بيكبر بيعمل وبيسوي وكده. والنهايه بقى اللي بتاع الفنادق وبتاع اللي بيحط على باب قصر، اللي بيحط على باب جامع، اللي بيحط على باب فيلا، اللي بيحط يعني كده. شغل مدقوق، شغل العربي يدوي، مفيش حاجه بنستوردها من بره. كل الفاطمي بنشتغل فيه من نفس الشغل المصري عشان هو الفانوس اساسا فاطمي، قرر في مصر واتعمل في مصر. انما قلت ان احنا بنستورد حاجه، لا ما بنستوردش حاجه لفانوس رمضان، بس بنجدد بقى، بنعمل بنخليك تحب فانوس رمضان. يعني جينا مثلا عملنا الدق اللي في الفانوس، يعني عندك الفانوس اللي بره ده موديل السنه دي، اللي بره بتاع كبير، الدق اللي فيه ده شغل السنه دي. فبنحبب العميل اللي بيتعامل معانا في الفانوس ان هو ما يبطلوش ابدا. من يوم 20 شعبان ما كانش عندنا في المخازن حاجه. احنا لما بتيجي البضاعه تخرج من الورشه على عربيه مثلا نص نقل وداخله المخزن وهو ماشي، الناس بتقول لك ايه؟ يا ده فانوس رمضان، واحنا كده لسه بينا وبين رمضان 3 4 5 6 اشهر. هو الفانوس ده هو رمضان. لعبة الأطفال الصيني دي مش هي الفاطمية. الناس عايزة بيبقى قدامها فوانيس نحاس ومش بتاع، يقول لك لا أنا هاخد الفاطمي ده اللي بتعلقه من البلكونة وتبقى ماشي في العمارة العماير معلقاه. فانوس رمضان ده الفاطمي ده زي عيل من عيالي، ما أقدرش، ده روحي اللي أنا عايش بيها.